أكدت الهيئة العامة للبيئة قيامها بالتنسيق مع عدة جهات حكومية بعد رصد حوض نافقة بالقرب من جسر جابر. وقالت الهيئة في بيان لها استجابة للبلاغ الوارد إلى الهيئة من عمليات خفر السواحل والإنقاذ البحري حول رصد حوض نافق بمنطقة الحيشان بالقرب من جسر جابر بحجم يبلغ نحو 20 قدم. قامت الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية العمل اللازم، وبين أنه تم إخطار وزارة المواصلات ومؤسسة المواني الكويتية لأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الخطر الملاحي. سأعرض لكم الآن مقطع من ظهور الحوت النافق في الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم تاريخ 16 الساعة 1 الليل صوب الحيشان، هذا جسر الدوحة. طبعا كان اصيد له الحوت هالطيب طافح، وطبعا بلغت العمليات وراح يقومون بالواجب ان شاء الله. طلع عود تقريبا 20 قدم، خالد العوضي معاكم.